صباح الخير عليكم مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في هذا البث المباشر من مدينه الدار البيضاء، بالضبط من قلب يعني من امام سوق الاربعاء. وكنعرفوا الاجواء اللي كتكون في هذا الوقت هذا. كنبغي نشكر السلطات الامنيه بطبيعه الحال على المجهودات الجباره اللي كتقوم بها دائما في مثل هذه الاسواق هذه، لان هذه الاسواق اللي كتعرف واحد الرواج وكتعرف واحد الحركيه كبيره وكتكون فيها واحد الفوضى في الطريق، كيكونوا ضروري رجال الامن واقفين وكيديروا حملات باش ينظموا الحركه اللي تسير، وايضا من اجل المراقبه ديال الهويه ديال بعض المشتبه فيهم، وايضا الاوراق ديال السيارات او الدراجات الناريه او الدراجات الناريه ثلاثيه العجلات من اجل التاكد من الهويه، وايضا تاكد ما اذا كان داك الشخص عنده شي سوابق او مبحوث عنها او لدي شي مخالفه. اذا هذه الحملات اللي كيديرهم رجال الامن بطبيعه الحال هما حملات روتينيه كيديروها دائما، ولكن كتكثر في راس السنه دائما كتكثر في راس السنه. وحنا تنشوفوا هنايا هاد رجال الامن اللي مرابطين امام هاد الحديقه اللي اصبحت شبه مهجوره، وصبحوا كينعسوا فيها المتشردين والشماكريه وكيتعطوا الخمور والمخدرات، ولات دائما هنا واحد السياره ديال رجال الامن دائما واقفه باش كتحارب الجريمه وكتحارب الفساد، ومن اجل الحفاظ على امن وسلامه وممتلكات المواطنين. أخرى كنشكر رجال الأمن الشرفاء النزهاء على التضحيات ديالهم الجسيمة اللي كيقوموا بها دائما في محاربة الجريمة والفساد والحفاظ على أمن وسلامة وممتلكات المواطنين، واللي تلقاوهم مرابطين 24 ساعة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع، ما كيعياو ما كيناسو، كنلقاوهم في المداومة، كنلقاوهم في الصباح الباكر، كنلقاوهم في الشتا، كنلقاوهم في البرد، كنلقاوهم في الشمس، جميع الأجواء اللي حنا ربما كيقدر البعض منا انه يستأنف كاع على العمل او على الخروج للبيت ديالو، هما ولا رجال الدرك الملكي ولا القوات المساعدة ولا السلطات كلها كيخرجوا تيخدموا تيديروا الخدمة وكيأديوا الواجب وكيضربوا تمارة، لأن نرفع لهم القبعة.
مشاهدينا الكرام، تحية تقدير واحترام لرجال الأمن بهذه المناسبة ديال حنا على اقتراب نهاية هذه السنة. كنبغيو نحييهم دائما على المجهودات اللي كيقوموا بها، شكرا لهم، كنتمنوا لهم سنة سعيدة وإلى اللقاء في وقت آخر بإذن الله.